في درس من جديد من دروس اللغة العربية. أشكر كل طلابي وأولياء الأمور على حسن تفاعلهم معنا وننتظر المزيد. هيا بنا نبدأ. هيا. جاهزين؟ أكيد جاهزين. أحبابي طلبة وطلبات الصف الثاني الابتدائي، أهلا ومرحبا بكم في درس جديد من دروس اللغة العربية. درسنا اليوم بعنوان قصة أبحث عن شريك. أبحث عن شريك. زي ما تعودنا في مدارس حسام الدين، هيا بنا نتعرف على الأهداف التعليمية الجديدة. في نهاية الدرس سوف أتمكن من أتعرف معاني المفردات الجديدة، أقرأ الدرس قراءة سليمة، أكتب مستخدما قواعد اللغة. هيا بنا يا أحبابي نقرأ درس أبحث عن شريك. في وقت الطعام بالمدرسة لفت انتباهي ولد صغير يمسك بصندوق طعامه المفتوح وينتقل بين التلاميذ. اقتربت منه لعلي اكتشف سر هذا الصندوق. صباح الخير، ما اسمك؟ انا كريم. الفكرة الثالثة، لماذا لا تجلس وتأكل طعامك حتى لا ينتهي الوقت؟ فانا ارى طعاما كثيرا في هذا الصندوق. نعم يا معلمتي سأفعل، ولكن علي أولا أن أبحث عن شريك. هل يمكنك أن توضح لي أكثر؟ كل يوم تعطيني أمي طعاما كثيرا حتى أشارك فيه أحد زملائي، وأنا أبحث عن شريك زميل يشاركني. أنت جميل يا كريم، وأتمنى أن تجد شريكك سريعا. هيا بنا نتعرف على المفردات الجديدة في القصة. أبحث عن شريك، كلمة لفت انتباهي معناها جذب نظري. كلمة يمسك معناها يحمل. أحسنت يا مصطفى. كلمة ينتقل معناها يتحرك. أحسنت يا هنا. كلمة صغير مضادها كبير. أحسنت يا أدهم. كلمة وقت جمعها أوقات. أحسنت يا مصطفى. كلمة الطعام جمعها الأطعمة. أحسنت يا عبد الله. كلمة ولد جمعها أولاد. أحسنت يا أدهم. كلمة التلاميذ مفردها تلميذ. أحسنت يا آدم. كلمة أكتشف معناها، فكروا جيدا قبل الإجابة أحبابي، معناها أعرف. أحسنت يا منة. كلمة تجلس معناها تقعد. أحسنت يا محمد. كلمة أرى معناها، فكروا أحبابي، أشاهد. أحسنت يا رتاج. كلمة صباح مضادها مساء. أحسنت يا دارين. كلمة تجلس مضادها تقف. أحسنت يا محمود. كلمة ينتهي مضادها يبدأ. أحسنت أحبابي، أحسنتم جميعا طلاب مدارس حسام الدين. كلمة شريك معناها من يتعاون معي. أحسنت يا عبد الله. كلمة زميل معناها رفيق. أحسنت يا هنا. كلمة جميل مضادها قبيح. أحسنت يا مازن. كلمة زميل جمعها
زملاء. أحسنت يا ياسين. فكر. نشاط رقم واحد، ضع علامة صح أسفل الصور التي بها مشاركة. أحبابي، هناك بعض الصور، هيا بنا نفكر في الإجابة قبل الحل. صورة رقم واحد واثنان وثلاثة. أحسنتم أحبابي. اقرأ واكتشف. نشاط ألف، صل كل كلمة بمعناها. لفت انتباهي منظر جميل. معنى لفت انتباهي. جذب نظري. أحسنت يا ياسين. كنت أشعر بالملل فذهبت أبحث عن شريك يلعب معي. معنى كلمة شريك. من يتعاون معي. أحسنت يا ريتاج. ألعب مع زميلي في وقت الراحة. معنى كلمة زميلي. رفيقي. أحسنت يا هنا. نشاط رقم باء، اقرأ القصة ثم أكمل. وجدت المعلمة طفلا ومعه صندوق. فكروا أحبابي. طعام. أحسنت يا يارا. اثنان، يبحث كريم عن، يتشارك الطعام معه. يبحث كريم عن شريك. أحسنت يا محمود. كل يوم والدة كريم تعطيه طعاما كثيرا حتى يشارك فيه أحدا من زملائه. أحسنت يا محمد. صف خلق كريم في كلمتين. هيا بنا أحبابي. الكرم وأيضا التعاون. أحسنت يا منة. نشاط رقم جيم، أكمل الجمل الآتية وارسم نهاية للقصة. في البداية ثم وأخيرا. في البداية كان يبحث كريم عن شريك يتناول معه الطعام. أحسنت يا يوسف. ثم سألت المعلمة كريما عن سر الصندوق. أحسنت يا ريتاج. وأخيرا أحبابي، وجد كريم شريكا تناول معه الطعام. أحسنتم طلابي جميعا. نشاط دال، عبر عن الصورة مستخدما الكلمات الآتية. لفت انتباهي شريك زميل. لفت انتباهي في الحديقة زميل يبحث عن شريك ليشاركه طعامه. أحسنت يا هنا. لاحظ واكتشف. نشاط، لاحظ وضع اسم الإشارة المناسب. هيا بنا نفكر جيدا قبل الإجابة. وكما تعلمنا أن هناك أسماء للإشارة، المفرد المذكر. فكروا جيدا. هذا. أحسنت يا منة. والمفردة المؤنثة هذه. أحسنت يا ريتاج. هيا بنا نضع اسم إشارة مناسب في هذه الصور. أب هذا. أم هذه. أحسنت يا رضوى، أنت الأفضل دائما. قلم هذا. سبورة هذه. أحسنت يا هنا. إلى الأمام دائما. أما للجمع، ماذا نأخذ للجمع؟ فكروا جيدا أحبابي قبل الإجابة. إذا كان جمع للعاقل نأخذ هؤلاء بنات. أحسنت يا محمود. أما إذا كان جمع غير للعاقل نأخذ هذه. أحسنت يا هنا. لاحظ وتعلم. نشاط، أكمل باسم إشارة مناسب. أكمل باسم إشارة مناسب. في المساء كنت أستعد للنوم وفجأة سمعت صوتا غريبا فتساءلت. ما نقط الصوت؟ ما هذا؟ هل نقط صوت رجل كبير؟ هل هذا؟ أحسنت يا هنا. لا أظن أن نقط فتاة. هذه. أحسنت يا ياسين. ففتحت الشباك لأرى فوجدت أطفالا يلعبون بصوت عال. ف
نقط الأطفال. هؤلاء أحسنت يا هنا. 5 شارك نشاط ألف. ماذا لاحظت؟ فكروا جيدا قبل الإجابة. ولد صغير يمسك بصندوق طعام مفتوح وينتقل بين التلاميذ. أحسنت يا منة. نشاط 2 كلمات جديدة. هناك بعض الكلمات الجديدة علينا أن نكتبها بخط جميل. كلمات هي شريك، زميل، أتعاون. لفت انتباهي مرة أخرى أحبابي، شريك، زميل، أتعاون، لفت انتباهي. نشاط 3 جدول المفردات. الكلمة ومعناها. لفت انتباهي، جذب نظري. سر، كتم أو أخفي. حرف جر. أحسنت يا يارا. وأيضا حرف الواو حرف عطف. أحسنت يا منة. أحسنتم طلابي. هيا بنا نغلق الدرس. ماذا تعلمت من الدرس؟ التعاون بين الأصدقاء وحسن المعاملة. أحسنت يا أدهم. الإنسان لا يستطيع الحياة بمفرده. أحسنت يا سيف. أحبابي ما ننساش نعمل الواجب المنزلي صفحة 127 من أوراق العمل. وفي نهاية درسنا نتمنى أن تكونوا استفدتم. وما ننساش نحل الواجب من أوراق العمل ونتواصل معا على صفحة المدرسة. وإلى اللقاء مع درس جديد يا أحبائي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.